فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: منقسمون إلى أهل جفاء وذكر الآيات، وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمه. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فلما ذم الأعراب وذكر مخازيهم استثنى منهم أهل الإيمان، فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في مقابل أشد كفرا ونفاقا، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله في مقابل يتخذون ما ينفقون مغرما، ويتخذ ما ينفق مغرما يعني خسارة، يعتبرونه خسارة وغرامة ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم حتى إذا حصلت عليكم هزيمة فإنه يكون مع عدوكم عليكم وينتظر بكم الدوائر. فهذه طبيعة الأعراب في الغالب، وإن كان منهم من يرزق الإيمان فتختفي فيه هذه الطبيعة وهذه السجية وتزول ويحل محلها الإيمان، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. من الأعراب من هو من أهل الصدق ومن أهل الإيمان والثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين من بعده، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد إلى وقتنا الحاضر. فالأعراب فيهم رجال وفيهم مؤمنون وفيهم مجاهدون، نعم، وفيهم فقهاء في دين الله عز وجل.